إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نواصل مع حضراتكم ما بدأناه من شرحنا لأي سورة البقرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أما الطيبات فهي الحلال الطيب، أما الطيبات فهي الحلال الطيب. وأما من فمنهم من قال أنها للتبعيض، قلوا كلوا من جنس الطيب الحلال، يبقى من إما للتبعيض وإما للجنس. لو للتبعيض قلوا من بعض ما من طيب من بعض طيبات ما رزقناكم، ولو للجنس كلوا من جنس الطيب الحلال الذي رزقناكم به، وهي للجنس أقرب. كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من الحلال الطيب، فلا يبتغى به الحرام ولا يبتغى به الخبيث، من الحلال الطيب. الحلال عكسه الحرام، فلا تأكلوا من مصدر حرام، والطيب عكسه الخبيث. فكل الحلال الطيب على عكس الحرام. يعني واحد سرق، ده مصدر حرام طيب، غير الطعام نفسه انه يكون هو نفسه الخبيث او المضر. يبقى الطيبات الحلال الطيب عكس الحرام الخبيث. واضح ولا نوصف نفسر اكتر؟ الحلال يعني مصدر الكسب حلال، الطيب الحلال يعني مصدر الكسب حلال، الطيب يعني هو في ذاته الطعام نفسه في ذاته مش خبيث طيب. واضح؟ من الحلال الطيب عكس الحرام الخبيث. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وذكرنا كلام مستفيض في الشكر عند قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر زيادة للنعمة، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم. وقال في سورة المؤمنين: كلوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهنا قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كأنه من مضمون الشكر أن تعمل بطاعة من أمر، من رزق، عفوا، من مضمون الشكر أن تعمل بطاعة من رزق. فقال: واعملوا صالحا، في آية سورة المؤمنين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. يبقى واحدة واعملوا صالحا، واحدة واشكروا لله. كأنما من ملزوم الشكر أن تعمل بأمر من رزق، هذا من باب الشكر أن تعمل صالحا، والعمل الصالح أن تعمل في طاعة من رزق، هذا من كمال الشكر. فهنا قال واشكروا، وهنا قال واعملوا صالحا. والنبي قال: إن الله آمر الناس بما أمر المؤمنين بما أمر به الرسل، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إن كنتم إياه تعبدون، وتقدير الكلام إن كنتم إياه تعبدون، فعبادة التذلل والخضوع، ومنها طريق معبد يعني مذلل وممهد للناس يسيرون عليه، وهو فعل الأمر واجتناب النهي، فعل الأمر واجتناب النهي. طيب، كلوا واشكروا تعبدون، كل ده نسب الأفعال للعباد. مين لا يأكل؟ العبد. مين لا يشكر؟ العبد. إن كنتم إياه تعبدون؟ العبد. إذن فهنا فيه رد على الجبرية الذين قالوا أن الله يخلق أفعال العباد، أن الله لا يخلق، أن العبد، عفوا، أن العبد مجبر على أفعاله، أن العبد مجبر على أفعاله. وهنا القرآن يقول: كلوا واشكروا تعبدون. إذن فالعبد اللي بيفعل مش العبد، فين الإجبار على الفعل بقى؟ فنسب الأفعال هذه للعبد فيه رد على الجبرية، نسب هذه الأفعال للعبد فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن العبد غير مختار لأفعاله. أما الله يأمره ليه؟ أما ليه ربنا يقول له كلوا ويقول له اشكروا ويقول له تعبدون وهو مش مختار لأفعاله؟
ما كانش يقول له كله وإنما يسوق للأكل، ما كانش يقول له اشكره، كان يسوق للشكر. هكذا كون أن يأمره، يعني العبد بيسمع الأمر ويمكن أن يفعل وممكن أن يعصى، فإن فعل أثيب وإن عصى عوقب. هكذا إنما حرم، قلنا إنما دي من أدوات الإيه؟ الحصر. حصر إنما حرم. يبقى سيأتي الكلام على إيه؟ على المحرمات. حصر المحرمات وسيأتي الكلام عليه. إنما حرم عليكم: واحد، الميتة. الميتة هو تقريبا الآية دي وهنختم. صحيح؟ إنما حرم عليكم الميتة. الميتة أي ما مات حتف أنفه. احفظ المصطلح ده عشان هيقابلك ممكن في كتب الفقه، هيقابلك في كتب التفسير. الميتة ما مات حتف أنفه، وممكن تلاقيها ما مات حتف فيه، يعني فهمه، ما مات حتف أنفه أو ما مات حتف فيه. هذه الجملة تقال على اللي مات لوحده، بالعامية كده اللي مات لوحده من غير دخل لأحد في قتله. فلما نقول الميت تقال على اللي مات لوحده، بالعامية كده اللي مات لوحده من غير دخل لأحد في قتله. فلما نقول الميتة أي التي ماتت من غير دخل للإنسان في موتها. طب يعني إيه برضو الأصل اللفظي جاي منين حتف أنفه؟ أي مات هلاك أنفه، يعني روحه خرجت من أنفه. وكانوا يعتقدون، العرب تعتقد أن اللي يموت على السرير أو يموت في فراشه من غير ما حد يموته أن روحه خرجت من أنفه أو من فمه. فهتلاقي من مات حتف أنفه أو مات حتف فيه. طيب لو حد غزه أو موته قتله بحاجة، يقولون أن الروح تخرج من الجرح، من مكان الطعن. هكذا كان اعتقادهم. خلاص، فيبقى مات حتف فيه أو حتف أنفه، عايزين يقولوا مات إيه؟ مات لوحده، اعتقادا أن الروح تخرج من الأنف ومن الفم. ده شرح اللفظ كده، يعني إيه؟ من غير دخل لأحد في إيه؟ في موت، اسمه ما مات حتف أنفه، دي الميت. طيب عندنا في الشرع بقى الميتة، اصطلاح الشرع إيه؟ ما مات بغير ذكاة شرعية. ذكاء بالذات، ما مات بغير ذكاة شرعية. طيب ايه الذكاء؟ يعني ايه الذكاء؟ ما يتوصل به للحلال، الطريقة التي يتوصل بها للحلال في الطعام. يعني ما هي ذكاة الغنم؟ ذكاة الغنم، مش ذكاة، مش بالزاي، ذكاة الغنم أن يذبح وأن يسال الدم وأن يذكر اسم الله عليه. لما نقول كيف نذكي الغنم، يبقى بذبحه وإسالة الدم وأن يذكر اسم الله، يعني اسمها زكاته، أن يتوصل إليه بهذه الطريق. زكاته أن يتوصل إليه بهذه الطريق، يبقى الزكاة ما يتوصل به لما هو حلال، دي اسمها إيه؟ ذكاء. ذكاء بالذات. مين مش فاهم؟ أحس مقلناش حاجة. طيب يبقى ما مات بغير ذكاة شرعية ده اسمه إيه؟ ميت في اصطلاح الشرع. في اصطلاح الشرع الناس اللي بتكتب تكتب بقى ما مات بغير زكاة شرعية: واحد، ما مات حتف أنفه، الميتة اللي ماتت لوحدها. اثنين، ذبح على غير اسم الله، باسم مناة، باسم اللات، باسم العزة، باسم كذا، وذبحوها. ما ذبح على غير اسم الله. خلاص. ثلاثة، ما ذبح ولم ينهر الدم، ذبحها وحبس الدم ما خرجش. يبقى من شروط الزكاة الشرعية ايه؟ ان ينهر الدم، يسيل، لازم الدم ده كله يخرج. خلاص.
أربعة. زكاة من لا تحل تزكيته، يعني مجوسي ذبح حتى لو ذكر اسم الله بس هو مجوسي، يبقى كده ميتة. ميتة لا يؤكل منه، لا يؤكل منه. ليه؟ لأن الذي زكاها أصلا لا تحل تزكيته. طب اليهود والنصارى لا تحل، لقول الله: وطعام الذين أوتوا الكتاب كالمجوسي البوزي الهندوسي، الهندوس بيعبدوا البقر مش هيذبح أصلا، أي ملة تانية لا تحل تزكيته. خلاص، يبقى دي اسمها ايه؟ زكاة من لا تحل تزكيته، لأنه أصلا مشرك. واضح؟ ما لم يذكر اسم الله عليه. ما انت لسه قايل حاجة زي كده دلوقتي، احنا قلنا ايه؟ رقم اتنين ايه؟ ما ذبح على غير اسم الله. الاخيرة ما لم يذكر اسم الله عليه، في فرق ايه هو؟ انه ممكن لا يذكر اسم الله ولا اسم غيره يذبح على طول، برضو لم تذكر. واضح كده؟ واضح؟ يبقى الاولانية ان يذكر غير اسم الله، الأخيرة إنه ما يذكرش أصلا لا اسم الله ولا اسم غيره، برضه ما يذكر. لو نسي أو تشغل يعني مثلا موسى مثلا، لا دي مش وقت شغل. ده النبي قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. عفوا، الآية قالت كده. لا يعني هو ذبحها وما نسي أو تشغل بالموقف فما زكاش، ما ذكرش. يذكر تاني في جميع شغله فيها. يذكر اسم الله عليه. والتاني بقى يسمي وهو بياكل. صحيح، ما تضحكش. ما هو طعام اليهود والنصارى قال النبي: سموا انتم وكلوا، في صحيح البخاري. نعم، نقولهم تاني: ما مات حتفا فيه، واللي مش فاهم واحده يرفع ايده على طول. ما مات حتفا فيه ذبح على غير اسم الله، ذبح على منهر الدم، زكاته من لا تحل تزكيته، ما لم يذكر اسم الله عليه. مفهوم كله؟ ننقل. إنما حرم عليكم الميت، تكلمنا في الميت ونرجع لها تاني دلوقتي في بعض الفوائد. فضل. طيب حضرنا في اللي هي الذبائح اللي بتبقى في المحلات والحاجات دي، مش عارفين مذبوحة فين ولا مين اللي ذبحها. طيب أجل السؤال لآخر الدرس، معلش أنا بحسب حاجة في الآية، اللي يسأل في الآية نفسها، معلش عشان من ولكن اللي يعني مش عارفين من ذبح، ما هو مكتوب قدامك ان مذبوحه على الشريعه الاسلاميه، مكتوب عليها كده مذبوحه على الشريعه الاسلاميه، وانت لك الظاهر مش هتخون، واللي كتب بقى هو اللي عليه الوزر. واضح؟ طيب ولو جاء لحوم جاي من امريكا او من بلاد الدين الرسمي لها النصرانيه او اليهوديه، هذا جائز، ده جائز، سموا انتم وكلوا. خلاص، انما بلاد معروف ان فيها زي الهند مثلا فيها هندوس وبوذيين وكل الملل، لا دي تتحرى قبل ما تاكل. واضح؟ طيب الدم، انما حرم عليكم الميتة والدم. والدم المعني والدم ممكن ده لحد ما تيجي تاكل ممكن تلاقي ايه شيء من هذا، فهل هذا هو المقصود ده المحرم؟ لا، المقصود الدم السائل. قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إيه؟ مسفوحا سائلا، دما سائلا، مش القطرات اللي بتبقى في الكبد أو بتبقى في القلب أو حاجة زي كده، مش ده، أو في وريد أو في عرق، مش ده المقصود. المقصود الدم الإيه؟ المسفوح. فانتبه لهذا، حرم عليكم الميتة والدم إلا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. خلاص، دول حلال، السمك والجراد دول أحل في الميتتان بنص كلام النبي. خلاص، والكبد والطحال من الدم، ده الحلال. السمك والجراد دول أحل في الميتتان بنص كلام النبي. خلاص، والكبد والطحال من الدم، ده الحلال. وما أهل به، أهل يعني ارتفع به الصوت، أهل يعني ارتفع به الصوت لغير الله، يعني ارتفع الصوت على الذبيحة لغير الله.
سواء لصنم أو لكذا أو لكذا أو لكذا أو للبدوي أو لزينة أو لأي حد بصوت مرتفع لغير الله، هذا اسمه ما أهل به. أصل الإهلال رفع الصوت، رفع الصوت، فأهل به ارتفع عليه الصوت لغير الله، أي ذكر اسم الله عليه، عفوا أي لم يذكر عليه غير اسم الله. يبقى كده الميتة الدم حرام عليكم، ميتة والدم ولحم الخنزير ما تعرضنا لهاش لأنها واضحة، واضحة، ولحم الخنزير والأصل أن الخنزير كله محرم، يعني اللحم والشحم والجلد وكل هذا محرم. وما أهل به لغير الله، هذا أربعة، نفس الأربعة اللي في سورة الأنعام، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، نفس الكلام. فمن اضطر يعني أجاته الضرورة، غير باغ يعني مو بالتغين، خلي بالك لأن الناس فكرها باغ هنا من البغي، والبغي هو العدوان أو الظلم، ظلم، لا، باغ هنا من الابتغاء، أيوة، يريد. فمن اضطر غير باغ يعني غير مو بتغن، هو نفسه مش عايز الحاجات دي بس اضطرار، واضح؟ يعني واحد كيف ياكل لحم خنزير فيجي يقول لك انا مضطر، وهو نفسه من جواه مبتغي، ده مش اضطرار. فالقران بيضع الشروط، فمن اضطر غير ايه باغ، يعني ايه باغ؟ مبتغن لها، هذا واحد. اثنين، ولا عاد اي متعد الضروره، متعد الضروره، الضروره مش قويه، هو عايز يتعدى مساله الضروره اصلا. ومنها قالوا انه لا يشبع، لان كده خرج عن كونها ضروره، ما ياكل لما يملى بطنه، واضح؟ على قدر الايه الضروره، ما يتعداش، على قدر الضروره ولا يتعدى. طيب لو خد معاه خشيه ان يهلك في الطريق جائز برضو، على قدر الايه الضروره، على قدر الضروره. فان وجد حلالا طيبا في الطريق يرمي اللي معاه، واضح كده؟ يبقى فمن اضطر غير باغ مبتغ له، ولا عاد متعد فيها ومتعد الضروره، خلاص. وقلنا حكم إن اخذ معه شيئا من خشيه الهلاك في الطريق، ده لا مانع ما لم يوجد حلال. طيب فان وجد حلال ما فيش ضروره، ان وجد حلال يبقى تبطل الضروره، فبالتالي حرام عليه اخذ اي شيء منه. غير باغ ولا عاد فلا اسم، لا وزر، لا وزر، لا وزر، لا وزر عليه، ان الله غفور رحيم، يغفر له لانه الجاته الضروره، الجاته الضروره. احكام وفوائد متعلقه حول هذه الايه، واحد، نجاسه الميته حسيه، يعني ايده لو اختلطت بدم الميته خلاص يبقى كده دي نجاسه، يحتاج الى الوضوء منها مره اخرى، طيب ينقض وضوءه لو لمس الميته، لو لمس الميته نجاسه حسيه تنقض الوضوء. وستاتي فائده هنا تبين، يعني هتكلم على نقطه ثانيه تخص الموضوع ده دلوقتي. نجاسه الميته ايه؟ حسيه، نجاسه الميته ايه؟ حسيه، هذا واحد. اثنين، الحيوان البرمائي محسوب في المحرمات احترازا، لان اصل الكلام عن الحيوانات اللي بتؤكل كلها بر، اللي فيها القواعد دي، والسمك اللي هو البحري معلوم. طب اللي نصه كده ونصه كده جعلوه بمنزلة
المحرم في البر غير جائز. ليه؟ وقاية. يعني أغلب الفقهاء غلبوا حظره وقاية من الشبهة. أغلب الفقهاء غلبوا حظره وقاية من الشبهة. الحيوان اللي إيه؟ البرنمائي اللي هو نص شوية بيعيشن وشوية بيعيشن. ثلاثة. هقرأ الفقرة دي كده ونشوف فهمتوا إيه. كل المحرمات إذا اضطر إليها الإنسان وزالت بها الضرورة كانت مباحة فيما عدا ما لا تزول به الضرورة، كما إذا اضطر الإنسان لأكل سم أو شرب خمر ليتقي به عطشا شديدا فهذا لا يحل له، أما إذا شرب الخمر لدفع غصة في حلقه جاز له. حد فهم حاجة؟ نقرأها تاني؟ نقرأها تاني. كل المحرمات إذا اضطر إليها الإنسان وزالت بها الضرورة كانت مباحة فيما عدا ما لا تزول به الضرورة، كما إذا اضطر الإنسان لأكل سم أو شرب خمر لدفع عطشا شديدا فهذا لا يحل له، أما إن شرب الخمر لدفع غصة في حلقه فهذا جائز. فهمتوا إيه؟ بالنسبة للسم هو كده كده لو يشربوا حتى أي حاجة حرام ما ينفعش ياكلوا لأنه حرام ضرورة إلا إذا كانت هتحيط فيه والخمرة تقريبا مش هتسد العطش ولكن علشان ما يدفع به الحاجة اللي فيها كالسم. هو في ضابط في الكلام لازم تاخدوا بالكم منه، ولو الضابط ده اتفك كل الكلام يوضح. هو ضابط صغير كده. كل المحرمات اذا اضطر اليها الانسان، دي معلوم، وزالت بها الضرورة، هو ده الضابط. زالت بها الضرورة، انه لو خدها إلا هيزال الضرورة اللي ألجأته لها. طيب لو هو خدها ومش هتزيل الضرورة يبقى حرام على أصلها، يبقى شرط أن تحل إن هي هترفع عنه ليه الضرورة. طيب لو هي مش هترفع عنه الضرورة يبقى حرام على أصلها. زي هو خلاص هيهلك من الجوع هيخلص على طول، فيبقى في الحالة دي هو إيه؟ السم حرام. أصل الخمر بتعطش، ده اللي دلتوا شاخدين بالكم منه. أصل الخمر بتحرق وتعطش أصلا، فلو الإنسان شرب خمر ليتقي بها عطشا هيزيد عطش، فيبقى ما زالتش الضرورة، يبقى تبقى الخمر على إيه؟ على حرمتها، لأنها مش هتزيل الضرورة. انتوا بس مش عارفين عشان ما جربتوش. هو اصل الخمر بتعطش، وانا برضو ما جربتش والله. اصل الخمر بتعطش فهي مش هتزيل الضرورة، واضح؟ هتعمل حرقان اكتر وتهلكوا اكتر. ففي الحالة دي اذا شرب خمرا ليتقي عطشا شديدا يبقى الخمر على حرمته، لانه مش هيزيل الايه؟ الضرورة. الا لو هو في غصة بياكل تزق الغصة دي إلا الخمر، هتزق الغصة يبقى هتزيل الضرورة، يبقى هتزيل الضرورة. ففي الحالة دي حلال. يبقى الضابط إيه؟ زالت. كلمة إيه؟ زالت به الضرورة، ده الضابط. إذا ما كانش هزيل الضرورة يبقى على حرمته. ما أنا باخده ليه؟ أنا باخده اضطرار ليه؟ لأنه عشان يشيل الاضطرار، فإن كان مش هشيل الاضطرار خلاص يبقى على حرمتي. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ هقرا بقى الكلام تاني شوف هتفهم ولا مش هتفهم.
كل المحرمات إذا اضطر إليها الإنسان وزالت بها الضرورة كانت مباح، فيما عدا ما لا تزول به الضرورة، كما إذا اضطر الإنسان لأكل سم أو شرب خمرا يتقي به عطشا شديدا فهذا لا يحل له، أما إذا شرب الغمر لدفع غصة جاز له ذلك. مين مش فاهم؟ خلاص؟ كله فاهم كده؟ تفضل. خلاص؟ كله فاهم كده؟ تفضل. دلوقتي الأحكام الفقهية لما بدينا نتعامل معها، الأحكام الفقهية بتتعامل على كل الافتراضات خلاص، فيفترض ان هو مضطر وكلم الميتة وحاجة من الميتة وقفت في حاله مفيش قدامه يزق بها الا الخمر. اصل انت بتقول ازاي قدامه اكله مباح ولا هيبقى جنبه خمره مش ميه؟ لا انا بقول على الخمر، يعني اصلا يقول ايه اللي هيجيبه مش خمر، عدى في بلد كفر ومش لاقي ميه وحاجه وقفت في زوره، اقرب برميل له برميل خمره مش برميل ميه، اقرب حاجه له خمر، هيموت. اصل الغصه دي مش هتستنى عليه يوصل لمكان الميه، الغصه دي الناس كانت بتشرب الماء بتاعت عشير ميت البول، اضطرار، ده اضطرار، ما انا بقول لك اهو، فمن اضطر. طيب فائده اخرى، انما حرم عليكم، احنا قلنا انما دي ايه؟ حصر، هنا ادوات الحصر، بس في حاجات محرمه ما ذكرتش في الايه، ازاي حصر؟ زي كل ذي نب من السباع، النبي حرم، زي الحمر الأهلية، زي ما ذبح على النصب في آية المائدة. خلاص؟ نعم. يبقى الرد الأول، واحد، أن الحصر ليس حقيقي وإنما أتى بعموم ما هو مشهور في المحرمات. يعني إيه الحصر مش حقيقي؟ مش الحصر يبقى دب بس، لا، الحصر ليس حقيقي وإنما أتى بعموم يبقى دب بس، لا، الحصر ليس حقيقي وإنما أتى بعموم المحرمات التي كانت معروفة عندها عند العرب. الجواب الثاني، إنه قال ذلك على المحادة والمضادة للكافرين، لأن الكافرين كانوا يأكلون لحم الخنزير وكانوا يشربون من الدم المسفوح وكانوا فكأنما يقولوا لا أجد حرام إلا ما تأكلون، للمحادة والمضادة للكافرين، كأنما يقول لا أجد حراما إلا ما تأكله. واضحة؟ يبقى الحصر مش حقيقي، هم كان لهم تشريعات بيحلوا بمزاجهم ويحرموا بمزاجهم، فربنا بين المحرمات وبين الحلال وبين الحرام، ففي بند الحرام جاب لهم اللي هم بيأكلوه، في بند الحرام جاب لهم اللي هم بياكلوه على المحادة من فعلهم ومن تشريعهم، ليبين انه لا حرام الا ما تاكلوا. واضح؟ يبقى انما دي تفيد ايه؟ انه لا حرام الا ما تاكلوه بهواكم بتشريعكم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا وهم ياكلوه، او دما مسفوحا وهم ياكلوه، أو لحم خنزير وهم يأكلون، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقال هذا على المحادة والمضادة للكافرين، وما قصد به الحصر الحقيقي. واضح كده؟ نعم. وإلا فما ذبح على النصب والحمر الأهلية وكل ذي نب من السباع، اللي بيغرز نبه في الفريسة، اللي بيغرز النب بتاعه في الفريسة بيغرز النب، لأنه لو غرز النب حرمت. ومنها كل ذي مخلب من الطير، اللي بيغرز المخلب بتاعه فيها لو غرزه ما تتاكلش بقت محرم، انما لو مسكه من غير ما يغرز حلال. فعشان كده قال وما علمتم من الجوارح، بتعلموا ازاي يصطاد، لانه لو غرز ناب او غرز مخلب خلاص. واضح؟ نعم. وفي الموقودة والمتردية، بس ده كل ده في الميتة اللي ماتت من غير دخل انسان، ده حتف انفه الموقودة والمتردية.
دول المأخوذة من مما مات حتف أنفه من غير دخل الإنسان فيه. طيب ما أهل به أنواع؟ أنتوا زيته؟ لا معايا وهي آية اللي احنا فيها ساعتها خلاص قربنا. ما أهل به أنواع؟ الدرس النهاردة كله فقهي وأنا قلت لكم أساسا اللي جاي في البقرة كده هنهش أساسا اللي جاي في البقرة كده هنهش مرحلة فقهية حلوة يعني اللي جاي في سورة البقرة يعني. نعم إن ربنا أحيانا. ما أهل به أنواع؟ واحد ما أهل به لغير الله فقط كقوله بسم الله أو بسم مناء أو بسم المسيح أو غير ذلك حرام. ما ذكر إلا اسم غير اسم الله كقوله بسم الله بسم لات بسم مناء بسم العزة كقولهم هذا خلاص ده أهل به لغير الله. طيب ما أهل به لله ولغيره بسم الله والعز منهم من كان يقول هذا. ما أهل به لله ولغيره حرام شرك. طيب ما أهل به لله وينوى به التقرب لغير الله كالذبح للبدوي ويقول بسم الله تقرب لغير الله كالذبح للبدوي ويقول بسم الله ايه رايك؟ أهل به لله يعني ايه أهل يعني ايه رفع الصوت به لله وهو في النية ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله برضو ما ينفعش تكون ميت لا يوكل منه. طيب ما لم يهن به لا لله ولا لغيره برضو ما ينفعش ميت لا يوكل منه. إذن فلا تثبت عندك إلا حالة واحدة بس ألا يذبح إلا وأنت تهل لله وأن يكون النية أن الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى كل الحالات اللي أنا قلتها دي أهل لغير الله فقط مش نافع لله أهل لله وينوى به لغير الله مش نافع لا لله ولا لغير مش نافع. بل لا تثبت إلا حالة واحدة ألا يذبح إلا لله وحده ولا شريك له وألا يهل بها إلا لله وحده ولا شريك له. واضح كده؟ والنبي قال لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث مسلم من حديث علي بن أبي طالب. في مذبحة إسلامية. طيب أي أسئلة بقى معلش عشان الوقت عشان الوقت الوقت بس معلش ما أنا هنسمعك بعد ال طيب حاجة ثانية الشرك ده نجاسة معنوية ولا حسية؟ حسية ازاي؟ انت تمسك الشرك مش ممكن يخش حس ازاي؟ الشرك نجاسة حسية عفوا معنوية الشرك نجاسة معنوية خلاص؟ هو انت شايف الشرك؟ الشرك نجاسة معنوية طيب خلاص؟ لمسها وهي ميتة كده ده حسا مفروض انه طائر ولا نجس؟ الاصل طائر خلاص. فلما اشرك بالله وصارت نجاسة معنوية غلبت النجاسة المعنوية الطهارة الحسية لعظم قدر الشرك في المحرمات. الشرك ده نجاسة معنوية وأصل البهيمة دي ما انت عملت تلمسها فلما ماتت ولمستها ايه الفرق؟ لما ذبح ولم يذكر عليها اسم الله او ذبحت لغير اسم الله ما انا كنت لسه ماسكها قبل ما تذبح ما كانتش نجسة. ايه اللي خلاها نجسة؟ ان دخلت عليها النجاسة المعنوية فغلبت الطهارة الحسية. غلبت الطهارة الحسية دلالة على عظم قدر الشرك في المحرمات. الشرك ده نجاسة معنوية ولا حسية؟ معنوية. والبهيمة دي قبل ما تتذبح طاهرة وبعد ما اتذبحت ايه المفروض؟ انها طاهرة حسية. ليه قلنا ان الميتة او التي لم يذكر عليها اسم الله النجاسة حسية؟ لانها غلبت عليها النجاسة بسبب الشرك فالنجاسة المعنوية دخلت على الطهارة الحسية فخلتها كلها نجاسة معنوية وحسية. ليه؟ لعظم قدر الشرك. تخيل أن ذبحها لغير الله صارت نجس.
نجسة حسية. ليه؟ لأنه دخلت عليها نجسة معنوية وهي الشرك، فغلبت النجسة المعنوية الطهارة الحسية. شفت قدر الشرك في المحرمات عامل ازاي؟ وهي الشرك، فغلبت النجاسة المعنوية الطهارة الحسية. شفت قدر الشرك في المحرمات عامل ازاي؟ ده المذهب الحنبلي كامل. والشافعي نفس الكلام، وهو عليه الجمهور اصلا ان الميتة نجسة حسا، بس احنا بنتكلم على التفصيل بقى. الميتة احنا قلنا من الميتة ما لم يذكر عليه اسم الله، ما لم يذكر عليه اسم الله خلاص تبقى ميتة. طب ما هو قبل ما تندبح كان لمسها حلال، لما لم يذكر عليها اسم الله صارت كلها حرام. ليه؟ ايه اللي جد فيها؟ ايه اللي جد فيها؟ دخلت عليها النجاسة الشرك اللي هي المعنوية، فنجستها كاملة معنويا وحسيا. خلوا الأسئلة بعد الدرس. اه طبعا يعتقد وضوء. هنفترض ان هو ان انا لبست عذرة بعد ما توضيت تمام وغسلت ايدي، هل يعتقد عذرة؟ يعني ايه عذرة؟ يعني غائط مثلا. اه تمام، خطا بيدي. هو بعدين غسلت ايدي، ايه المشكله ان انا اصلي؟ مش النجاسه يزول اثرها بزواليها ولو بغير ما؟ مين قال كده؟ مش في كل الحالات. انت لو بتشطف طفل صغير ولمست قبله او دبره، دي مسألة خاصة مخصوص عليها. ماشي. انا دلوقتي ده جسم نجس. ماشي. تمام؟ والعذرة نجسة. طيب. الغائط نجس. لمست دي فانتقى وضوعي على كلام حضرتك. نعم. ولمست دي فغسلت ايديا ما انتقضش وضوعي. ليه ما يستاهل يعني؟ طيب هو ده كلامي؟ اللي انا بقول لك عليه، ما انا بقول لك ده رأي المذاهب، لأن دي شرك. انا عمال اقول لك صوت اتنبح، بقول لك لما دخل عليها الشرك النجسة، انما الغائط فين الشرك فيها؟ انت مش واخد بالك من سبب نجاستها؟ الشرك. انت واخد بالك ايه اللي خلاها نجسه حسيا؟ واخد بالك. طيب الشرك، بس احنا لو كنا دخول الشرك عليه من القول ده، يبقى انا لو سلمت على النصراني رعبت. غلط طبعا. ليه؟ غلط مليون المية. طيب علشان ما تخرجناش من الوقت، استنى بعد ما نخلص وبعدين نتكلم. اللي عايز يسمع المناقشة دي بقى استنى الاخر، عشان الشيخ احمد الدنيا لفت معاه شوية. معلش، الشرك برغم ان النجاسة فيه معنوية، خلاص وضحنا النقطة دي، ننتقل لبعدها. علة تحليل ما اضطر اليه الانسان. هو قبل ما ياكل المضطر فيها الميتين، طبعا معلوم ان فيها ضرر على الجسد، خلاص لو هياكل ميتة فيها ضرر على الجسد، ماتت وتعفنت وانحبس فيها الدم و و و، ده ضرر. الضرر ده عند الضرورة ارتفع ازاي؟ طب ما موجود برضه. اللي هيجي يناقش المسألة دي، وطبعا خصوصا العلمانيين والفرقة الضربة دي، اما يجي يناقش يقول لك طب مش انت بتقول هي فيها ضرر على الجسد عند الاضطرار، عند الضرورة لما كلتها هو مش هتحقق الضرر؟ طيب اولا النفع والضرر بيد من؟ تعال، هو الذي احلها عند الضرورة، فلو علم منك صدقك قادر على أن يرفع منها ضررها، لأنه هو من أحلها لك في الضرورة. واضح كده؟ ده الجواب الأول. الجواب الثاني، أحيانا الضرورة تخفف من ضرر الشيء. خلي بالك، لو أنا اشتهيت طعام وانا جعان جدا، لما باكله بيتهضم بسرعه حتى لو تقيل، يهضم سريعا ويصرف سريعا،
لان انا كنت جعان جدا واشتهيته. على عكس ما اكون شبعان واكله بيحصل ايه؟ كتمه في المعده. حتى لو مشتهي بس شبعان بيحصل كتمه في المعده وقد يسبب ضرر وانتفاخ وبتاع وكلام زي كده. خلاص؟ فربما الضروره يكون فيها هذا. كمان اشتهى الشيء وهو جائع غير ما يشتهي وهو شبعان. فربما لاجل ضرورته وان الجسم خلاص نشف من الطعام فاذا دخلت عليه هذه في هذه الحاله لا تضر. اما اذا دخلت عليه في حالته الطبيعيه تضر. هذا وارد. هذا وارد. وضرب بها المثل في الطعام اذا كنت جائع واذا كنت شبعان. اما تاكله وانت جائع لو هو حتى تقيل ودسم ما يتعبكش. هتهضم بسرعه ان انت كنت جائع جدا. اما لو كنت انت شبعان يتعب. واضح؟ فقالوا كذلك في الضروره. ربما الحالة التي عليها الجسم عند الضرورة تجعل تأثير الضرر أخف بكثير في غير أما يكون فين؟ في غير الضرر. في غير الضرر. واضحة كده؟ غير الضرر. واضحة كده؟ طيب يبقى الرد الأول أن الذي أحل لك الضرورة قادر على رفعها إذ لو علم منك صدقك في الضرورة. الثاني أنه ربما بسبب الضرورة لا تضر هذه الميتة الجسد لسبب أنه احتاج للضرورة. الاحتياج للضرورة كالجائع والشبعان زي ما مثلنا به. حد فاهم؟ فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لماذا زيل الآية وختمها بقوله غفور رحيم؟ أنه يغفر ما كان فيه ضرر. أنه يغفر ما كان فيه ضرر وكذلك ما أكره عليه الإنسان. يدخل في الضرورة. انتبه. ما أكره عليه الإنسان يدخل في الضرورة. كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله بعد إكراهين من بعد إكراهين غفور رحيم. واحد مسك واحد دب أبو زبر من الخمر طلع سكره من كثر الخمر دخلت جوف. ها هذا أكره. أكره فالإكراه يدخل فيه في الضرورة. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ختمت هذه الآية في هذا القدر كفاية. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.